السيد برنامج وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف السيد والي ولاية غيزان تم اليوم انطلاق موسم الاصطياف لسنة 2024، وهذه العملية سوف تمتد طوال شهر الصيف جويلية وأوت، وسوف تضم كل أطفال ولاية غيزان طيلة الفترة الصيفية. السلام عليكم. نشكر هذه المبادرة بمرتبة انطلاق موسم الاصطياف، والشكر الجزيل لكل السلطات المحلية على رأسها السيد والي الولاية، واللي نوجه لها كل التحية وتقدير، ومدير الشباب والرياضة، ونقول لهم بارك الله فيكم. وهذه مبادرة حاجتنا من اجل تحفيز اولادنا والتكفل بكافه اطياف المجتمع المدني، الله يحفظ. بالنسبه لافتتاح الموسم الصيفي، موسم الاصطياف بليطو لسنه 2024، نشكر كاع اللي تفاعلوا واللي دعموا واللي من اجل راحه الاطفال، هذه اولا، وان شاء الله كل عام انتم بخير. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راه عندنا انطلاقه لولاية مستغانم، افتتاح تاع موسم الاصطياف. واجدون اليوم بساحة الولاية ولاية غليزان لحضور افتتاح موسم أو الإعلان عن افتتاح موسم الاصطياف الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة كل سنة. أشكركم على المساهمة والمشاركة في هذا اليوم، هذا اليوم المبارك، وهو المتعلق بانطلاق موسم الاصطياف لسنة 2024 والمستمر إلى غاية شهر سبتمبر. بمناسبة اليوم افتتاح موسم الاصطياف اللي كانت انطلاقها تحت إشراف النائب عن الوالي السيد أمين العام، اللي كانت انطلاقة من ولاية غليزان بحضور الوفد وبحضور السيد مدير الشباب والرياضة لولاية غليزان، قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. اليوم افتتاح موسم صيفي، نشكر الوالي والقادة. السلام عليكم. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.